بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا وفقها في الدين، اجعلنا من عبادك الراشدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التربية الإسلامية، والتي سندرس فيها درس الله القادر. أهم ما سنتعلمه من خلال درسنا الله القادر، وهو آيات من سورة النبأ. أولا، تفسير مفردات الآيات من الآية الأولى حتى الآية الخامسة. ثانيا، بيان المعنى الإجمالي للآيات. ثالثا، وصف حال المكذبين كما وردت في الآيات الكريمة. وهنا لابد لنا أن نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فأجر تلاوة القرآن الكريم عظيم، بخاصة في هذه الأيام، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. إذا تأملنا هذه السور، فما الذي نشاهده في هذه السورة؟ انظروا هنا. نعم، إنها جبال، ولها مهمة في الأرض، خلقها الله عز وجل لمهمة. وهذه، إذا نظرنا إلى هذه الصورة، ما الذي نشاهده؟ نعم، إنها حيوانات، وأيضا إنه مرعى وعشب. أما هذه الصورة فما الذي تشاهدونه فيها؟ إنه الليل، وما به من نجوم، وأيضا انظروا إلى جمال القمر. إذن هذه السورة أو السور تعبر عن الجبال، الحيوانات، والمرعى، وأخيرا الليل وما به من نجوم وقمر. طيب، لماذا برأيكم؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الجبال والمرعى والحيوانات، الليل، القمر، النجوم؟ هل خلقها سبحانه وتعالى عبثا بغير فائدة؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لا، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي هذا الكون له مهمة، خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها. إذن ما هي الحكمة من خلق هذه المخلوقات التي أمامنا؟ أولا، ما هي فائدة الجبال؟ نعم، فائدتها أنها تثبت الأرض، قال الله عز وجل: والجبال أرساها. أما الحيوانات فإننا نستفيد من لحومها وألبانها. أما الليل فجسد الإنسان بحاجة إلى الراحة ويستريح في الليل، فهناك الفوائد الكثيرة من النوم والراحة في الليل غير الراحة في النهار، فتختلف. لذلك الله عز وجل جعل الليل للراحة، والنهار لكي يكسب الإنسان معاشه ويسعى للعمل. دلالة خلقها على ماذا يدل خلق الله سبحانه وتعالى لما ترونه أمامكم؟ على ماذا يدل؟ انظروا إلى عظمة الجبال، إلى الحيوانات وأنواعها وأصنافها، والنبات، النجوم وعددها، فأعدادها لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن كلها تدل على أمر واحد، وهو عظم قدرة الله تعالى وبديع خلقه وجمال صنعه الذي خلق كل شيء فأبدعه سبحانه وتعالى. ننتقل إلى هذه الآيات،
وقلنا اليوم سندرس منها إلى الآية الخامسة فقط. سأقرأ لكم الآيات ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة الآيات الأولى. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. وقد مر معنا هذه الآيات عندما أخذنا من الآية الأولى حتى الآية 30 تلاوة في الفصل الماضي، فهي سهلة بالنسبة لكم. إذن سنتناول اليوم الآيات الخمس الأولى من هذه السورة. فقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عم يتساءلون. هنا استفهام، عم هي مركبة من حرف الجر عن وما للاستفهام، ولكن حذفت الميم، لذلك ننتبه إلى لفظية عم يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. إذن عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر، وقال الله عز وجل وصفه بأنه عظيم، فما هو الخبر العظيم الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ الناس يتساءلون فيه. ما رأيكم؟ وهو من أركان الإيمان. أحسنتم. النبأ العظيم هو يوم القيامة. مختلفون، ما معنى مختلفون؟ هل مختلفون بأشكالهم بأجناسهم؟ النبأ العظيم، إذن يتساءلون، فعندما تساءلوا عن النبأ العظيم عن يوم القيامة، منهم من صدق وآمن بوجود يوم القيامة، ومنهم من كفر ولم يصدق به، لذلك اختلفوا ما بين مصدق ومكذب لهذا النبأ ولهذا الخبر. كلا سيعلمون هو نوع من أنواع التهديد للذين كفروا ولم يؤمنوا بيوم القيامة. ما الذي سيعلمونه يوم القيامة؟ سيعلمون أن يوم القيامة يوم حقيقي، وأن الله سيجازيهم على أعمالهم، ولذلك سيعرفون عاقبة تكذيبهم. إذن النبأ العظيم هو يوم القيامة. مختلفون ما بين مصدق بيوم القيامة ومكذب به. كلا سيعلمون أي سيعرفون عاقبة تكذيبهم، عاقبة أي نتيجة تكذيبهم، وحينئذ لا ينفعهم الندم. لذلك هذه الآيات الكريمة
من الأولى حتى السادسة عشر تكلمت عن أمرين. الأمر الأول هو حقيقة يوم القيامة، وهذه الآيات الخمسة الأولى هي التي تبين لنا هذا الموضوع، وهو أن يوم القيامة هو يوم حقيقي سيأتي وسيراه الناس أمامهم ويجازون على أعمالهم. إذن ما معنى هذه الآيات بشكل عام؟ المعنى الإجمالي لهذه الآيات عن ماذا تحدثت؟ إذن تحدثت الآيات الكريمة عن حال المكذبين من قريش، وقلنا أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من أنكر الساعة وهي اسم من أسماء يوم القيامة، وبعث الناس من قبورهم للحساب بعد موتهم. إذن بعد أن يموت الناس ينفخ في الصور فيقومون من قبورهم لكي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. إذن الأولى الآية الأولى والثانية تكلمت عن حال المكذبين الذين كذبوا وتساءلوا عن يوم القيامة، فمنهم من صدق ومنهم من كذب، فأخذوا يتساءلون عن موعد قيام الساعة، هل لكي يؤمنوا؟ لا، وإنما على سبيل الاستهزاء والسخرية، أي أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم تقول أن هناك يوم آخر وأن الله سبحانه وتعالى سيجازي الناس على أعمالهم، أين هو يوم القيامة؟ أين آباءنا وأجدادنا لم يبعثوا؟ إذا هم يقولون ذلك ليس على سبيل الإيمان والاستفادة، وإنما على سبيل الاستهزاء والسخرية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أكدها لهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، لذلك قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، والتكرار في اللغة العربية يفيد التأكيد، لا تذهب لا تذهب، إذن الهدف منه تأكيد المعنى، ولذلك أرادت هذه الآيات أن تؤكد لهم أن يوم القيامة يوم حقيقي، وأن الناس سيبعثون ويحاسبون على أعمالهم. إذن مر معنا في سور سابقة الكثير من أسماء يوم القيامة، فلها أسماء كثيرة في القرآن الكريم، من يذكرنا أو يتذكر بعضا منها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إذن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وأيضا يوم الدين، ومر معنا في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وقلنا إذا تذكرون أننا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى تعظيما ليوم القيامة، وما أدراك تهويل، لأنه يوم عظيم. أيضا من أسماء يوم القيامة الذي سيرد أيضا في هذه السورة بعد هذه الآيات قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، إذن يوم الفصل الذي يفصل الله به بين الناس يوم القيامة هو أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. وهناك أسماء كثيرة، منها الواقعة، الحاقة، الصاخة، الطامة، القارعة، إذا هناك أسماء كثيرة ليوم القيامة، إذا ذكرنا ثلاثا منها. إذا قلنا دلالة التكرار كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قلنا ما هو الهدف من التكرار؟ أحسنتم، التأكيد، لكي يؤكد الله سبحانه وتعالى حقيقة يوم القيامة، وأن هؤلاء الكفار الذين أنكروا هذه الحقيقة سينالون جزاءهم العادل. إذن قلنا كلا سيعلمون، أي سيعرفون عاقبة تكذيبهم يوم القيامة. إذن التأكيد على حقيقة قيام الساعة واستحقاق المكذبين العذاب يوم القيامة. الحكمة من قيام الساعة، لماذا جعل الله تعالى يوم القيامة؟ ما هو الهدف من يوم القيامة؟ لماذا لا يعيش الناس في حياتهم الدنيا ثم يموتون وتنتهي الحياة؟ لماذا جعل الله تعالى حياة آخرة بعد الموت؟ برأيكم ما هو الهدف؟ وما هو السبب؟ ولماذا؟ هل الدنيا فيها عدل؟ ترون أن هناك إنسان غني وآخر فقير،
أحدهم صحيح والآخر مريض غني وفقير، من يموت وهو صغير ومن يعيش أكثر من 100. لذلك الله عز وجل جعل الحياة الدنيا هي دار ابتلاء ودار عمل، فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان على أعماله، فالذين آمنوا وصبروا وعملوا الصالحات سيدخلهم الجنة، والذين نظروا إلى هذه الحياة الدنيا وأنها هي دار البقاء ثم بعد ذلك زوال ولا حياة يوم القيامة، فهؤلاء سيجدون عاقبة تكذيبهم يوم القيامة. إذن يوم القيامة هو اليوم الذي يفصل الله تعالى به بين الناس، فيه بين الناس، وأيضا يجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم على ما قدموا من أعمال. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي عامل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي الله عز وجل بأعمالك التي قمت بها. لذلك لكي يحاسب الناس على أعمالهم بالعدل فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. أمثلة للأعمال التي سأحرص عليها في الدنيا لأسعد في الدنيا والآخرة، لكي أنال السعادة في الدنيا والآخرة، برأيكم ما هي أهم الأعمال التي توصلنا إلى السعادة والطمأنينة والراحة في الدنيا ثم السعادة والفوز بالنعيم يوم القيامة؟ تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ماذا قال؟ أحسنتم، قال: الصلاة على وقتها. هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، يسر الله عليه وخفف عليه الحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا من أحب الأعمال. ثم يأتي بالمرتبة الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، طاعة الوالدين، إنها من الأعمال العظيمة التي ترضي الله عز وجل، والتي أمرنا بها في آيات كثيرة، ووصانا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأثره في الدنيا قبل أن ترون جزاءه يوم القيامة. فإن الإنسان ينال الراحة، الطمأنينة، البركة في المال وفي الأولاد عندما يكون بارا بوالديه. إذن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى. أيضا من أحب الأعمال إلى الله تعالى أن نتقرب إلى الله تعالى بكلامه الذي هو القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، وبخاصة في هذه الأيام الفضيلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فأكثروا من تلاوة القرآن في شهر القرآن الذي قال الله عز وجل عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد أنزل في رمضان، فأكثروا من تلاوة القرآن. هل هذه فقط هذه الأعمال التي نحرص عليها؟ هناك الكثير من الأعمال الصالحة، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهم القربات إلى الله تعالى. اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، أقوالنا، هي التي تقربنا إلى الله تعالى. فعند الاستيقاظ نذكر دعاء الاستيقاظ، وعند النوم، عند الطعام والشراب، الخروج من البيت والدخول، كلها أعمال ترضي الله عز وجل، ففيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة على الفقير هي فيها أجر عظيم، تفطير الصائمين، الدعاء، التسبيح، الذكر، كلها من الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، فلنحرص على ما نستطيع من هذه الأعمال كي ننال السعادة في الدنيا والآخرة. أرجو الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم، فلنحرص على تطبيق ما تعلمنا. لا يكفي أن نتعلم أشياء، بل لا بد علينا أن نعمل ونجتهد
بخاصة في هذه الأيام. فالله عز وجل قال عن ليلة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر، العمل فيها خير من 1000 عمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. الوتر إما يعني الليلة 21، 23، 25، 27 و29. فلذلك يجتهد الإنسان في هذه 10 الأواخر، ولكن في هذه الليالي يزيد من العبادة عسى أن تكون ليلة القدر فيصادفها عمل صالح يبارك الله تعالى فيه ويستجيب الدعاء. تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، وجعلنا ممن يدركها، فلا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.